زي ما بنقول الماتشات اللي زي دي محتاجه تركيز عالي قوي قوي قوي، بس التركيز ما يكونش زايد عن الحد عشان ما يطلعكش بره الجيم، انما تركيز في النواحي الدفاعيه خصوصا مع فرق بتتسم بالسرعه زي الفرق اليابانيه. والماتش ده لابد، مش يعني هي في البطولات الكبيره، لابد من استغلال انصاف الفرص. نتمنى التوفيق ان شاء الله. التوفيق كان محالفنا في ماتش اتحاد جده، كنا نستحق الماتش اللي فات، كنا نستحق الشوط الاول، ولكن قدر الله وما شاء فعل. فالنهارده باذن الله لعيبه النادي الاهلي تكون مركزه على المستويين الدفاعي والهجومي. بيشرفنا الان خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. مساء الخير يا كابتن، منور. تحياتي للكابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله باذن الله زي ما حضرتك قلت كده ان الاهلي ان شاء الله النهارده يفوز ويحقق الميداليه البرونزيه يا رب. والنادي الاهلي انت عارف يا كابتن ايمن قادر ان شاء الله نعمل الكلام ده النهارده باذن الله. ميري هتعمل ايه النهارده؟ عندنا بس قبل ما اروح للحكمه اللي هي توري بينس الحكمه الامريكيه، كابتن ايمن يمكن انا زي ما قلت احنا لما بتيجي تحلل في الاستوديو التحليلي مع المحللين كلكم طبعا قامات كبيره بنحترمكم، ولكن في حاجه انا بس عاوز اقولها مهمه جدا، ان محدش ابدا يستهتر بقرار تحكيمي طبعا ممكن يودي المباراه في حته ثانيه بيأثر بالظبط من بدايه المباراه. يعني انا بس يعني الكلام ده احنا هقوله تاني، لما تيجي انت في دقيقه 8 تدي ركله جزاء للنادي الاهلي كابتن ايمن الامور كلها بتتغير صح، حتى كمان الفريق اللي هو المنافس قدامك بيغير كل فكره وانت عندك تبقى دوافع اكتر صح. يعني اقول ان الخطا التحكيمي في المباراه اللي فاتت كان من اسباب رئيسيه في صح خروج النادي الاهلي. لو بعدين بتقتلني كمان في الاخر بالظبط كده، بنالتي تانية تقضي عليا خالص بنالتي تانية. الغريب ان الحكم ادوله المباراه النهائي وده كابتن، يعني انا عاوز بس اقول حاجه، انتوا بتقولوا لنا حاجات يا جماعه في الاتحاد الدولي، انتوا بتبعتوا لنا حاجات ومنطور اداء حكامنا بتقول لنا دي الكونسيدريشن او الاعتبارات بتاعه المعايير في حساب المخالفات صحيح، وبعدين فجاه انك انتوا بتعملوا العكس صحيح. يعني دي نقطه مهمه جدا جدا، اتمنى طبعا ان الامور تمشي في التحكيم المخطئ يتحاسب واللي بيجيد يعني ربنا يكرمه باذن الله. نروح لتوري بينس محكمه الامريكيه كابتن ايمن، هي قائمه دوليه من 2020 بقى لها 3 سنوات حكم دولي، جوزها حكم برضه هو جوزها حكم من امريكا وبيحكم، بس جوزها حكم فار مظبوط، هي شاطره صح، بس يا رب تكون شاطره النهارده يا رب ويا رب النهارده كابتن ايمن تصحح اخطاء الحكم البولندي ان شاء الله. يعني انا اتمنى النهارده ان هي تجيد وتصحح الاخطاء اللي حدثت في المباراه، لا هي افضل من الحكم البولندي هي افضل. هقول لك حاجه كابتن ايمن، خلي بالك هي برضك بتحكم في الدوري السيدات، الدوري السيدات مش زي دوري الرجال مختلف مظبوط تمام مزبوط. يعني هي عامله كاس عالم 23 ما بين انجلترا واسبانيا، عملت مباراه جميله جدا ونجحت فيها وحسبت ركله الجزاء دي 69 واسبانيا فازت بهدف اشادوا بيها، لكن الحكام في الاتحاد الدولي اشادوا بيها وكانت بالنسبه لها دي مكافاه مظبوط ان هم يودوها كاس عالم النهارده وهيودوها 2026 تقريبا كاس عالم اللي جاي. بنقول هي 38 سنه أدارت كمان مباراة الافتتاح كابتن أيمن، وزي ما قلت كانت مباراة سهلة. يعني الاختبار الحقيقي لتوري بينسو الحكمة الأمريكية هو النهاردة. ده اللي نقدر نقول نقدر نقيمها. المباراة هتبقى صعبة. هي نشوف بقى النهاردة اختبارات الصندوق ونشوف الجري ونشوف القرارات التحكيمية. إنما في المباراتين اللي هم سابقتين لا ما نقدرش نقيمها، لأن مباراة كانت في السيدات ومباراة تانية كانت الاتحاد السعودي أوكلاند ومباراة خلصت 3-0 فكانت المباراة سهلة. النهارده انا بس بقول حاجه مهمه كابتن ايمن، تفاصيل احيانا في الماتشات الكبيره بتخلص على تفاصيل صغيره صغير مظبوط، يعني ممكن بركله جزاء تخلص المباراه، فعشان كده بنقول دايما للاعبتنا كابتن ايمن ايه صح، لما التعب بيحل التركيز بيقل مزبوط. فخلي بالك في ال 18 مظبوط احيانا وانت لا شعوري كده من كتر الاجهاد بتقابل مع حضرتك في الكلام بيتقابل ده صح، فبيحصل انك انت ايه تتهور بتعمل خطا باهمال مظبوط يكلفك ركله جزاء صح، بتيجي تطلع ايدك خارج نطاق الجسم ركله جزاء، الحكام ما بتفرقش انت بقى قاصد صح ما انتش قاصد، فنتمنى ان احنا طول ال 90 دقيقه ان شاء الله باذن الله يا رب، واكيد النهارده كولر مكلم لعيبه النادي الاهلي التركيز هيكون موجود داخل منطقه الجزاء كابتن ايمن، تخلي بالك صح حرص لو انت ما انتش عندك القدره بنسبه 1000000% عشان تحط رجلك وتلعب الكوره ما تجازفش حجز مظبوط، لو انت في الحائط الدفاعي كابتن ايمن مهمه جدا اللي هو بيبقى
فاول خارج منطقه 18 والحائط الدفاعي داخل منطقه الجزاء. ما تطلعش بيدك خارجه فارده، دي بتبقى انت برضك خلي بالك، وتطلع بايدك بتبقى مضمومه، لان احنا مش عاوزين النهارده كابتن ايمن زي ما حسب الحكم في دي 68 ركله جزاء طبعا بتاع بيرستاو، ويمكن هم فازوا بيها، اعتقد ان هم فازوا بهذه، مش عاوز النهارده يبقى فيه مخالفه ركله جزاء علينا، لان ان شاء الله باذن الله نتمنى المباراه تمشي يا رب والتركيز يكون موجود، واتمنى طبعا التوفيق لبنسو النهارده. واختبار حقيقي النهارده هنقيمك يا بنسو على اختبارك النهارده في هذه المباراه الصعبه. اخيرا ان شاء الله كل النهارده مع النادي الاهلي يا رب الفوز ونفرح بعد المباراه يا كابتن. يا رب يا كابتن ان شاء الله. شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن، ولينا لقاء اخر بعد المباراه باذن الله والاهلي كسبان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن مصر. بكده تخلص فقرتنا الاولى، ونروح بقى للتحليل الفني، ونجومنا الكبار اللي هيشرفونا بعد الفاصل كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. ارجوكم انتظرونا.